نشر في موقع الهيئة نت بحجة البحث عن مطلوبين حملة دهم وتفتيش واسعة شرقي الفلوجة. وفي المدى انهيار في مشروع ماء النصر بعد أقل من سنة على افتتاحه. ونقرأ في موقع كتابة الأمم المتحدة: إزالة الألغام من الموصل تستغرق 10 سنوات. أما في الجزيرة نقرأ تحت عنوان: تلميذ مفصول يقتل 17 في مدرسة بفلوريدا. وفي العربي الجديد نشر تحت عنوان: سوق مريدي يستعصي على العراق أسلحة تكفي لفتح جبهات. وفي القدس مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية تتلقى تهديدا بالقتل. أما في الحياة فنقرأ تحت عنوان: تيلرسون حزب الله جزء من العملية السياسية في لبنان.